تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم في حلقة جديدة من البرنامج بين دجلة والفرات. حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث بيها عن السياحة في مدينة السليمانية. راح نتجول في مدينة ألعاب تشافيلاند، نلتقي بأهلنا وناسنا من كل محافظاتنا العراقية. راح نتجول في التلفريك وكذلك نصعد إلى جبل أزمر حتى نتعرف على السياحة بعموم محافظة السليمانية. حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات، تابعونا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف حضرتك. أنا مصطفى الغانم من بغداد. أهلا بك مصطفى. مصطفى شلون كانت رحلتك من بغداد إلى سليمانية؟ والله حلوة حلوة حلوة، جينا بجروبات سياحية. شلون الجروبات؟ جروبات حلوة مرتبة يعني، ويانا شباب هم من يشرحونا اللي عندهم سوابق بالتجربة. اللي جاي. شو حالكم؟ يعني على المعالم، على الأسعار، على الوضعية، على التعامل، على الأجواء، المطاعم والأسعار، كلها سولفونا إياها. شلون شفت تشافيلاند هاي المدينة، أكبر مدينة بالشرق الأوسط، مدينة ألعاب، شلون شفتها، شلون تونست بيها؟ والله حلوة، بس طبعا بالأيام الحر غير شكل، بالصيف طبعا أحلى وأرتب واهتمام بيها أكثر. لا بس يختلف الجو عندهم، يعني هسه احنا فوق كنت بأزمر جت غيمة، نريد نحكي بعد ما نقدر من البرد. شلون شفت أزمر؟ أزمر حلو. جبل أزمر واحد من أهم الجبال بسلمان. يعني راد له شوية اهتمام أكثر. نقدر نكثر مطاعم عليه، نكثر كوفيهات عليه. زين اكو مكان فوق، اكو كوفي واحد اكو، بس اهتمام مو ذاك الاهتمام. ها زين الاسعار حلوه، اكو فوق بأزمر اسعاره حلوه، بس قلت لك لو يصير اكثر من كوفي، اكثر من يصير الاقبال اكثر. اكو اختلاف بين بغداد واربيل، من السمر القاع اي السليمانية. شلون يعني؟ انا شفت بصراحه اخلاقهم حلوه. اي أخلاقهم أكيد حلوة أهل بغداد، بس يعني شفت فرق هواي. من ناحية التطور والعمران؟ التطور والعمران هم ماكو مقارنة. ماكو مقارنة. أي هنا اهتمام أكثر، وأكو شركات تشتغل صح، وأكو مهتمين بالسياحة أكثر. إحنا حتى اللي يريد يجينا سائح بغداد هم ما يعني وين يدري يروح؟ بس المتنبي عندنا الأضرحة لا غير. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. بالبداية نتعرف حضرتكم. والله احنا من بغداد جايين زيارة هنا. شلون كان طريقكم من بغداد للسليمانية؟ والله كان جيد، يعني ماكو اي شيء، مفتوح وعادي يعني. شلون شفتي تشافيلاند وانت باول يعني اول دخولك لها؟ مدينة كبيرة، مدينة اكبر مدينة بالشرق الاوسط حسب ما يقال طبعا. نعم. مدينة حلوة نفتقدها ببغداد. صحيح، والله احنا نفتقد هيك مشاريع ببغداد، يعني اتمنى انه يسوون لنا هيك مشروع. يعني عندنا الجزيرة السياحية وعندنا الزوراء، بس ما بها هذا الاهتمام، ما بها هذه يعني الملاعب الموجودة هنا. فتشي مشروع جدا، تشوف دائما الوافدين اول ما يجيبونا تشافيلاند، ودائما هلقد ما نسمع عليها فحبينا نجي نزورها ونشوفها، وشفناها مثل ما التلفزيون يطلعها والاعلام اللي بين المدينة شلونها. اكو اختلاف بين بغداد وسليمانية؟ طبعا من ناحية الامان، يعني الامان والناسها، ناسها مثقفين، يعني اهل بغداد هم اهل الحضاره،
بس ثقافة موجودة أكثر. يعني هنا تقدر تركض، تقدر تلعب، تضحك، تروح، ما أحد مثلا يباوع عليك أو مشاكسات موجودة. حتى أشوف يعني العراقيين أو العرب، خلينا نقول إحنا كليتنا عراقيين، العرب اللي يجون هنا أخلاقهم تختلف، يعني تصرفاتهم. بغداد شكل بس هنا شكل، والحمد لله. يعني حسب البيئة اللي عايشين بيها، يعني إحنا نقول بيئة بغداد هم بيئة متميزة، لكن إحنا نفتقر للسياحة. السياحة، السياحة ماكو. يعني نتمنى، وأصلاً هنا أعرف أكراد أصدقاء يتمنون يجون البغداد، يعني يفتقدون ويذكرون بغداد أيام قبل شلون كانت، وأقول لهم حلوة وروحوا، بس بسبب عدم الأمان يخافون، يعني يقولون أخاف ما ندخل أو شيء، أو يصادفنا انفجار أو. فنتمنى الأخير أنه باردة الدنيا. خلينا نسأل سؤال أخير، ليش ماكو هيك اهتمام بالسياحة في بغداد؟ ماكو هيك مدن ألعاب وملاهي للمواطنين في بغداد مثل هكذا مشاريع؟ موجودة بس ترويج ماكو، الإعلام ما يروج عنها. يعني مو قلت لك جزيرة سياحية، عندك احنا بكل مكان منطقة سياحية، مثلا العظمية، كورنيش العظمية، ملاهي مثلا ابو نواس السمك، شو، بس ماكو ترويج، ترويج سياحي ما موجود. اتمنى انه يكون ترويج سياحي حتى الناس، واصلا المغتربين من يشوفون، يعني مثلا من اللي يجون هنا يتمنون يجون البغداد. فاتمنى اعلام يبين انه المناطق بغداد امنه، موجوده هيك اماكن، وتفتقد بغداد النظافه، فقد النظافه. وده صار حملات دا أشوف، يعني أنا حتى عندي بنتي تريد تروح بالصيف تشارك بهذا الشيء، تقول أتمنى أسوي مشاركات وحملات نظافة. يعني هذا أحلى شيء، أحلى شيء دا نشوفه، يعني اللي من سووها هي التنظيف. للمشاهدين الكرام، مستمرين وياكم وده تشوفون آراء مواطنين من محافظاتنا جميعا، بأنه اختلاف بسيط في المحافظات العراقية عن محافظات إقليم كردستان من ناحية السياحة والاهتمام والبيئة المتعايش فيها. سمرنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا ويانا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بالعوائل العراقية المتواجدة في مدينة ألعاب تشافيلاند. معنا عائلة عراقية راح نلتقي بها ونشوف الأجواء هنا في هذه المدينة. السلام عليكم عمو. عليكم السلام، يا هلا بكم. أهلا وسهلا. أعرف حضرتك. أنا سمير. يا مرحبا. سمير أو كاك سمير، من يا محافظة؟ أنا من بغداد بس ساكن بأربيل. هسه جيت الملعبنا، خلينا نسأل شنو الفرق بين بغداد وأربيل وإقليم كردستان من ناحية السياحة، من ناحية التطور العمراني؟ والله فرق كبير كلش. يعني هسه التطور العمراني اللي صاير بالمنطقة الشمالية، أعتقد بالوسط وبالجنوب ماكو هيج شيء، ومن ناحية النظافة ومن ناحية السياحة والجو اللطيف وكل شيء، كل شيء يعني كل شيء أكو فرق كلش عالي. بس الجو اللطيف احنا ما ندخل بيها، هاي جو رباني. لا ما يخالف، مو الجو اللطيف شي يسوي يعني البنيان، السياحة، الشغلات هاي كلها تسوي عمران تسوي. اليوم انت ومنو مدينة العاب تشافيلاند؟ انا وعائلتي واطفالي واحفادي كلتنا جايين. الله يحفظهم. شلون شفت هذه المدينة على اعتبار هي أكبر مدينة بالشرق الأوسط؟ والله كلش حلوة، يعني كلش حلوة، تفتح القلب بصراحة. اللي عنده هم، عنده غم، أي شيء يجي هنا ينسى كل شيء. أي والله. شفت مساحتها، شنو اللي عجبكم بيها؟ والله كل شيء هو حلو بيه، يعني أي شيء، خاصة للأطفال أكو بها ألعاب كلش هواية، يجون هنا والعوائل الكبار مثلنا يقعدون بس يتفرجون. سليمانية شلون شفتها؟ سليمانية حلوة، حلوة بطبيعتها، بكل شيء حلوة سليمانية. شلون تعامل خلينا نقول الكرد مع العرب، خصوصا العرب سياحة قوية هنا بسليمانية؟ ما أشوف أي فرق نهائيا. هو أكيد يعني تلقى بعض الأفراد إذا هنا إذا هناك أكو هيك، بس أنت أخذها كعام ماكو كل فرق بيناتهم. يا سنة تركت بغداد؟ سنة 99،
أي. من 99 لحد هذه اللحظة أكيد متردد البغداد، ليش تفتقر للسياحة بهيجي يعني بهيجي مستوى؟ حتى غير نغير جو، يعني أقصد بغداد ليش تفتقر للسياحة بهيجي مستوى؟ يعني أنت ما تعرف ليش تفتقر للسياحة؟ بيش ملتهين هم؟ لو هسه ملتهين ببغداد أو بالمناطق الجنوبية ملتهين يسوون يبلطون شوارع، يسوون بنايات، يسوون أكو كل حديقة ببغداد مثل مثلا الزوراء، مزوراء وحدائق واية سنسيت أساميها، كلش كبيرة ومناطق سياحية بس ماكو اهتمام بيها، كل من يا جيبي. أي والله أهلا وسهلا، مية هلا بكم. مية هلا مشاهدينا الكرام، مستمرين وياكم، خلينا نروح نشوف عائلة أخرى بقويانا. إذن مشاهدينا الكرام، شبابنا العراقيين من كل محافظات العراقية متواجدين في مدينة شافيلاند، وبالتحديد يزورون هذه الألعاب والملاهي، وأيضا يفوتون لجبل أزمر على اعتبار نقطة السياحة هنا في السليمانية. راح نرحب بيهم ونتعرف أكثر عن سفرتهم. السلام عليكم. سلام بعد روح. بالبداية تعرف حضرتك. الاسم يوسف من النجف. أهلا وسهلا بك يوسف، شلون شفت الرحلة من النجف للسليمانية؟ والله الرحلة كلش حلوة وكانت لطيفة. شلون شفت السليمانية؟ السليمانية فتشي خرافي يعني، كلش حلو. شنو اللي بيها عجبك؟ عجبني أكثر شيء المناظر، الجو، الجبال. زين، أنت اليوم بشافيلاند، شلون شفت شافيلاند؟ دائما ما تسمعون عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، في القنوات التلفزيونية، أنت شلون شفتها؟ والله فتشي خرافي يعني، كلش حلو، ما توقعناه هيك. شنو اللي عجبك بيها؟ اللي عجبني بيها انه يعني بيها شغلات حديثه ما موجوده عندنا بالنجف، ويعني فد شيء كلش حلو. شنو الفرق بين هسه النجف من ناحيه السياحه وسليمانيه؟ سليمانيه يعني متطوره عن النجف هواي. النجف يعني متحضره بس شنو اشياء قديمه، ويعني مو مثل السليمانيه. السليمانيه حلو مرتب. على اعتبار النجف عاصمه دينيه تعتبر. اي صحيح، يعني لذلك يجوز هي هاي الاختلافات. اي بالضبط. من ويا من جاي انت؟ جاي انا واصدقائي. اصدقائك من وياك؟ شو اسمه؟ امير. امير امير تعال صفك، خلنا نسولف ويا امير. امير شلونك؟ شلونك عمري؟ شلون احوالك؟ الله يسلمك. امير انت ايضا من النجف، سولف لي عن اجواء سليمانيه، شلون شفتوها؟ خصوصا هي بارده بس نشوف دائما طالعين الناس تتونس في المولات، في الجبال، في مدينه شافيلاند. احكي لي عن اللي لفت انتباهك. والله الاجواء هنا حلوه الى درجه كانه ما توقعت روح انا بتركيا. انا هسه الولد قلت لهم النصيحة شباب، اللي يريد يجي خلي يجي سليمانية أفضل من أربيل. والله من ناحية شنو أفضل؟ من ناحية ترتيب، طبيعة، طبيعتهم أحسن من أربيل بقاطات. أي الجبال عندهم مو سالفة جبال، وإنما هنا أنا أرقى وأحلى. شو شفت شافيلاند؟ والله لحد الآن حلوة، ما افتريت هواي بس لحد الآن جميل. شو شفت في صعدت فيه؟ لا بعدني لا بس جاينا أخذ لنا فرق بين ما نرجع. كم يوم باقين انتم؟ والله 3 ايام بعد باقين، هم ناخذ لنا فرع بالمولات. والله لحد الان اللي شفناها المناظر حلوه. السلام عليكم. عليكم السلام وسهلا. البدايه نتعرف حضرتك. حمودي. حمودي انتم منو جاي؟ كادر سياحي باص كامل من بغداد، عوائل وشباب. باص كيف عن الكوادر السياحيه، انتم ككادر سياحي شلون تجون؟ نتوجه من بغداد، رحلتنا 5 أيام 4 ليالي، ونبلش أيامنا السياحية يوم بعد يوم. شنو أيامكم؟ شنو جدول؟ نبلش اليوم الأول برنامجنا المسائي بارك أزادي، برنامجنا الثاني فاميلي مول، واليوم الثاني أحمد آوة برنامج الصباحي، والبرنامج المسائي شافيلاند. وصلنا شافيلاند. إيه أهم شيء شافيلاند. أنتم اليوم شافيلاند، شلون تشوفون هاي المدينة؟ شلون تشوفونها كمدينة جميلة، ككبر مدينة ألعاب وملاهي بشرق الأوسط، أيضا قرب جبل أزمر؟
اكيد شافيلان يعني طبعا عندي اجمل مكان داخل السليمانيه لان هو منتجع كلش كبير، اكيد اكبر منتجع داخل السليمانيه وبالشمال اكيد تحديدا، وباماكن متعدده بالالعاب وبتلفريك جبل ازمر وكوفيات وحدائق جميله كل شيء تونس العوائل والشباب. شنو الاختلاف بين السياحه بمناطقنا الجنوبيه ويعني والمناطق الشماليه؟ فرق كبير يعني اكيد، يعني هناك اجواء ريفيه كذلك جميله، وهنا بالشمال اجواء كذلك حلوه فيها مصايف وبها تغيير يا شلالات وبها كذلك العاب وبها جبل ازمر وتلي فريك موجود. هذا الاختلاف. انتم كشركات ليش ما تروجون للمناطق الجنوبيه يعني على اعتبار بها ريف واهوار؟ اكيد دن نروج، دن نطلع الارياف، نطلع للجنوب، دن نطلع برامج سياحيه، شركات دن تطلع واكو شركات تنفذ على الشمال اربيل وداك وسليماني. اهلا وسهلا. وعسولة شلونك؟ حبيب قلبي. شلون الصحة؟ والله نعم منك حبيبي. من يا محافظة؟ محافظة النجف سايق. بك ابو عسوله، شلون الشباب وياك بالحافله؟ والله شباب يعني مرتبين والله العظيم مرتبين ومعدلين والله. انا يعني اشتغل قاعد على سليمانيه ويقلعه الساحر والالماس الشركه من بغداد قاعد اطلع شغله نعمه يعني بخير والله. شوف هاي مناطق السياحه والله حلوه خوش مناطق يعني انا كل اسبوع بيها. ما عندنا هيك في المحافظه؟ لا وين ماكو والله، هناك ريف بس ريف. اي اروح قاعد للرياف واروح وين ما كان. تعبك من الجاي يعني؟ اكثر شيء يعني قاعد نجي يعني هنا للشمال. شو اللي يختلف بالشمال عن يعني الشمال؟ هنا حلوه يعني شغلات حلوه بي. جبال؟ اي جبال اصياف يعني شغلات حلوه. حلو. تعبك من الشباب؟ والله الشباب لا زينين. شو اسوي بعد الساق لازم واحد يتحمل. كل التوفيق لك. اي بعد روح حبيبي حبيبي. رحب بكم مشاهدينا الكرام، وجود الشركات السياحية هنا من أجل يعني الناس والسواح من أجل إرشادهم إلى الأماكن السياحية، بالتالي يخلوهم يزورون أكثر عدد من يعني الأماكن الموجودة في المحافظات الشمالية خصوصا في السليمانية. راح نلتقي بسجاد أحد مندوبي الشركات المتواجدة في السليمانية، نتحدث أكثر عن رحلتهم، شلون اجوا وشنو تفاصيلهم. مرحبا سجاد. حبيب قلبي سلام. شلونك؟ الله يخليك. سجودي صرنا ساعه وياك نسولف، سولف لي يعني بالكواليس، سولف لي هسه انتم حتى الناس تعرف شلون تجمعون شبابكم، شلون يتم جلبهم الى الشركات، شلون تجيبوهم الى السليمانيه. يتم هذا الانتاج في شركه اعلان، يتواصلون عبر التواصل الاجتماعي، يحجزون فيها شركه، انه بنحجز لهم باصات حديثه. إذا نجي الباصات من بغداد أو من محافظات مثل النجف الجنوبية البصرة للسليمانية نوصل لي جاي، نسكنهم بالفنادق. نسكنهم بالفنادق. إيش قد يستغرق الوقت من بغداد؟ هو على اعتبار انطلاقكم من بغداد، من بغداد إلى سليمانية مثلا راح نطلع من هناك بثنتين بالليل، إيه فمسافة الطريق نوصل للسليمانية إذا ماكو عرقلة بالسيطرات أو فتسي نوصل بالتسعة بالعشرة احنا نوصل الفندق 10 الصبح. ايه انتم مرتبين اموركم وفندق جاهز زين. جولاتكم شلون تكون؟ جولاتنا لما نوصل الفندق نعطيهم وقت استراحه لهم، وبعدها نعطيهم البرامج مالتنا اللي هو فام الامور، بارك ازادي مثلا، شافيلاند، نطلع معي برامج شافيلاند. وانت يعني خلينا نقول دليل سياحي، شلون تشوف يعني شافيلاند، شلون تشوف السياحه هنا في السليمانيه؟ والله شافيلاند هي مدينه من اكبر المدن في الشرق الاوسط في السليمانيه. نعم. زين من بعد دبي اللي هي نعرفها احنا بالسياحه. دبي. اي يعني اجواء رائعه، المسافرين مرتاحين يجون هنا، يعني المدينه ترفيه يعني واحد يرفع عن نفسه من مشاكل عده، وهاي وجبل ازمر هم حلو عندهم، تل فريك هم موجود حلو، الالعاب حديقه الحيوانات هم يدخلون بها. اي كلها ممتازه موجودين. سجاد شكرا لك. والله ودك نشكر الشركه. وش قد تطول وش قد رحلتنا تطول؟ 4 ليالي 5 ايام. اه إيه؟ راجعين بغداد؟ نرجع لبغداد يوم جمعه ان شاء الله، نكون راجعين سوا ان شاء الله. شكرا لكم بخدمة ان شاء الله موفق انت وجميع السواح اللي وياك. رحم الله ودك. نشكر قناه اليوم هم الكادر هم مالها حبيبي. اذا مشاهدينا الكرام من بعد سجاد راح نروح للتلفريك اللي امامنا ونصعد الى جبل ازمر، تعالوا ويانا.
احنا الان باعلى قمه جبليه في محافظه السليمانيه بالتحديد جبل ازمر. جبل ازمر يتواجد به العوائل العراقيه وكذلك الرجال الكبار وشبابنا من اجل الترفيه والاطلاع على محافظه السليمانيه بالكامل. راح نرحب باساتذتنا وكبارنا ونتحدث وياهم عن اجواء السياحه في السليمانيه وكذلك في محافظاتنا العراقيه. نبتدي وياك عمو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا المواطن عبد السلام حميد خلف من محافظة نينوى. بداية أهلا بك وأهلا بكل أهلنا بنينوى. نينوى الطيب والعطاء وال يعني والناس الراقية. شلون شفت أجواء السليمانية؟ شلون كانت رحلتك من السليمانية من موصل لهنا؟ نعم، جينا من الموصل عن طريق أربيل ومن أربيل إلى السليمانية بر. اي نعم، وكانت رحلة طيبة. توقفنا بعدة مناطق سياحية في طريقنا الى ان حطينا في محافظة السليمانية العزيزة، والان احنا بفندق تايتانيك نازلين. انت فندق تايتانيك، حلو زين. انت الان بجبل ازمر. جبل ازمر اعلى قمة جبلية في محافظة السليمانية. شلون شفت الاجواء؟ شلون شفت السليمانية؟ ما شاء الله السليمانية جو رائع وجميل ومنطقة جبلية، يعني كل واحد يتمنى. وندعو اهالينا بمحافظة نينوى والمحافظات الاخرى لزيارة مدينة السليمانية الجميلة جدا جدا بطبيعتها بشعبها باخلاقهم بكرمهم، وإن شاء الله تكرر الزيارة. شفت السياحة هنا؟ ما شاء الله السياحة يعني ناس منفتحين على كل الاتجاهات، سواء السياحة سواء المحلات التجارية الغير. يعني أنت ومن وجهة؟ أنا والأخ الشيخ ميسر والأخ المهندس رعد. نلتقي بشيخ ميسر لكن بعد الفاصل. إذا المشاهدين الكرام فاصل، من بعدها مكملين حلقتنا ويا شيخ ميسر ويانا. رحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ورحب بالشيخ ميسر. حياك الله شيخنا. حياك الله. قبل كل شيء نرحب بقناة اليوم لهذه التغطية الإعلامية في سياحة أجواء مدينة السليمانية السياحية. الله يسلمك. بداية سولف لي عن السليمانية، سولف لي عن أجواء السليمانية، الأجواء السياحية في هذه المحافظة. مدينة السليمانية تجتاز بحضارتها وتاريخها العريق، فيها معالم تاريخية وحضارية قديمة، وفيها أماكن سياحية خلابة جدا وجميلة. يسعد كل اللي يزور مدينة السليمانية يسعد في هذه المناطق الجميلة وهذه الجبال وهذه الأجواء الخلابة. بداية يعني احنا حكينا عن الأجواء الخلابة، هسه نحكي عن الواقع بالسليمانية. شلون شفته التعامل؟ أيضا المناطق اللي شفتها وعجبتك. اللي عجبني من مدينة السليمانية هو المسرح الروماني التاريخي اللي جاوز عمره ما يقارب الألف سنة، بأجواء كلش جميلة جدا، وأهالي السليمانية يزوروه الأعراس واللي يتزوجون كل من يجيب العروس ماله ويجي في هذا المكان. وصعدنا إلى جبل أزمر، وجبل أزمر يعني فتشي رائع جدا، مطل على مدينة السليمانية كلها وأجواء كلش جميلة. احنا بجبل أزمر وانت تباوع السليمانية، أنت من محافظات الموصل، لماذا لا توجد هكذا سياحة في المحافظات العراقية؟ السياحة في أقليم كردستان هو حقيقة الأمر يعني في دهوك وفي أربيل وفي السليمانية حصرا. أما بقية المناطق نحن عدنا يعني في الحبانية البحر، وفي أماكن أخرى أنهار، وفي حديثة هاي النواعير، فالعراق كله سياحة. ما شاء الله. مسلط الضوء عليها. السياحة ضعيفة جدا في العراق، كلش ضعيفة. فقط أنا شفتوها في مناطق يعني أقليم كردستان في سليمانية وأربيل ودهوك، يعني بيها نشاط، ولكن بقية المحافظات ما بيها أي نشاط، وخاصة مدينة الموصل كانت هي المدينة الأولى في العراق، مدينة التراث والتاريخ والحضارة، ولكن اندثرت آثارها ومعالمها في. إن شاء الله تبقى شاخص الوجود. آمين آمين إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية نتعرف حضرتك. مهندس رعد ناصر من محافظة نينوى قضاء الكيف. وسهلا بك أستاذ رعد. بداية احكي لي شوية عن نينوى، نينوى التراث والحضارة، وخصوصا احنا قاعدين هسه في أماكن سياحية. إذا أحكي ما يحتاجنا ألف ليلة، يحتاجنا ألف ليلة نحكي عن الموصل.
نينوى هي ما شاء الله سلة العراق وخبز العراق. أكيد نينوى تتميز بكثير عناصر من عن تاريخ ليسا من حضور من إمبراطورية الآشورية ولحد الآن، وكان لها دور كلش مهم في وقتها على منطقة الشرق الأوسط. احنا اذا فتحنا عن جانب السياحه دا تحكي جنابك بيها، اكيد هاليوم زيارتنا كانت في محافظه سليمانيه، كان عندنا ورشه عمل، فجينا من بصراحه نستغل الوقت اللي بعد الورشه نلتقي بمعالم السياحيه. تشافيلاند واحد من المناطق المشهوره كلش في محافظه سليمانيه، تتميز بصراحه بطبيعه خلابه، واكيد اكو استثمار وعمل بصراحه مو طبيعي. انا في حاجه لهذا العمل في كل بقاع العراق. العراق يمتاز بصراحة نحكي لك إياها، إذا واحد يقرأ تاريخ وثقافة العراق، العراق يتميز بلد سياحي من درجة الأولى. أكيد راح تقول لي شلون، أكيد هي السياحة التاريخية الحضارية الاقتصادية الطبية، وتلقى بها جميع أنواع السياحة الدينية كلها موجودة. بس المشكلة اللي نعانيها في العراق ماكو أشخاص أو قيادات تتفهم هذا البلد. الصراحة هو جوهرة، الجوهرة لمن ما يعرف قيمتها تعتبر حالها من حال الأحجار والحصى الموجود، بس اللي يعرف قيمتها أكيد راح يهتم بها اهتمام كلش قوي. والحضارة العراقية هي أم الحضارات إذا نقدر نقولها، من الحضارات المشهورة، لها خزين تراثي تاريخي حضاري، العالم استنبط من عندها كثير من المعاني والعلم والمعرفة، ومع الأسف احنا عراق ما عندنا هذا الشيء. انت حكيت اللي بقلبه بقلبك طبعا. اريد اسألك عن الأجواء السياحية هنا، شلون كانت سفرتكم سياحتكم ونستكم، خصوصا احنا على جبل أزمر هسه، يعني تفاصيل جدا مميزة، واحد يرتاح هنا من يجي، ودائما ما يرتاد يعني هذه المناطق أهلنا بالجنوب والمحافظات وأيضا دول الجوار أيضا يجون هنا. أنا كطبيعتي يعني كخبرتي وحياتي اللي شابية أغلب المحافظات العراقية بزائرها، وكل طبيعها كل منطقة كل محافظة لها طبيعة وخصوصية معينة تتميز بها بكثير مميزات تفتقر بها بقية المناطق، وهذه الخصوصية أعتقد هو هذا التنوع اللي يخلينا إحنا لما نقول إذا استثمرنا السياحة بالأسلوب الصحيح أعتقد باسم السياحة راح نكون من الدوائر الأولى بالعالم. بس مع الأسف ماكو اهتمام بهذا الموضوع، لأن مع الأسف نحاول قدر الإمكان نستثمر الثروات اللي تجيب لنا نقد سريع. احنا نعم، أنا طبعاً مو مجال اختصاصي اللي هي السياحة والآثار، أنا اختصاصي المياه، أنا أعمل مدير دائرة ماء تلكيف، قطاعي هم قبلش قوي، وتعرف الماء هو مورد الأساسي للحياة. أكيد أكيد. مشاركتنا بمحافظاتنا العراقية والسياحة، شكرا لك استاذ عزيز، تشرف بك عزيزي، ممنون لك اخوي عزيز. من أعلى قمة جبلية في السليمانية من جبل أزمر نختتم حلقتنا لهذا اليوم عن الواقع السياحي في مدينة السليمانية. نلتقيكم بحلقات أخرى، حتى ذلك الحين أستودعكم الله.